كهربة تمشي كهربة تجي كهربتنا جديدة هافال هاشيش سومها 99 مليون و900 نجم تكون من نصيبك انت اللي تتفرج فينا سهل برشا تبعث لنا اس ام اس تكتب فيه حرف ا وتبعثه على الرقم 85810 ا تبعثه على الرقم 85810 حظ سعيد للجميع ليلة سعيد جدا باستقبال قامة في التمثيل بكل المقاييس نجم ومسيرة مدة 50 سنة مع النجاحات في كل المجالات سعيد جدا باستقبال الفنان الكبير والقدير رؤوف بن عمر صحة شريبتك صحة شريبتك ونشكرك أنك ظهرت في الشاشة متألق كالعادة يعيشك ونشكرك على الدعوة وفي الحقيقة معناها العديد والعديد من الممثلات والممثلين كانوا مبدعين السنة وبالنسبة للمسلسل متاعنا الفوندو الفضل يرجع فيه لكتابة السيناريو اللي فاجأتنا بها أساساً خاطر نعرفوها كمخرجة وكذلك قوتها في إدارة الممثلين إن كانوا صغار ولا كبار سوسن عمرها صغير بالمقارنة مع تجربتك بتبيعها. تكون طيع قدامها رؤوف بن عمر معناتها أنت صاحب الخبرة صاحب أنا في 50 سنة في خدمتي المخرج هو الكل واللي يقولوا ذلك هو اللي يطبق طيح صوتك طيح صوتك اغزر اغزر علي علي لا نقاش بيان سور بيان سور ما يظهر لي معناتها سوسن ممكن تشهد معايا اللي ما تعبتهاش كيبدا واحد عنده الخبره وتعطيه نص ممتاز دور وعميق وتزيد تعاونه وقت يتقاه بالشي يعمل هفوه تقولوا لا ما طلعش لك الدرجه ولا كذا هكا ملاحظات خفاف والخدمة مشيت على ما يرام والحمد لله تتعامل مع النص لما تاخذه بمنطقة التلميذ اللي يمشي الامتحان خايف على اسمه خايف على صورته خايف على العمل ولا تتعامل معه بمنطق ماشي باش تعمل جو ماشي باش تتفرهد لا 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 نتعامل معه ويزمني نحضر ونعمل ملاحظات وعندي ديسيني نحطهم وين يطلع الصوت وين يهبط وين بغزرة بركة وقت تبدأ ما ثماش كلام يلزمك تمثل زادة يلزمك تقنع زادة فلهذا خدمة كبيرة في اللي يتقال واللي ما يتقالش لو نون دي سوسن هزتك المنطقة الجديدة في الفوندو؟ اي معناتها عميق دورة عميق معناتها بالطبيعة تو انا ما عنديش حتى عامين عملت تونس الليل دور يوسف الصحافي هذاك قوي ياسر زادة فهمتني لكن نوعية أخرى عمق ما من ناحية ثانية هزتني للقسوة اللي أنا ما عنديش أنت بعدتني على رؤوف بن عمر وليت كيني لحل حبيب قلها خف عليه شوية ذي المختار وجعتك في الشخصية طبعا طبعا هذاك دورها هذاك دورها كان تعطيها اللي يرضيها ما تجيكش إذا كان فما حاجة ناقصة تقولك عليها باهي نذكر كانت بحذايا الممثلة كبيرة نعيمة الجاني قالت لي أنا عشت سعادة ما عشتهاش من الخطاب على الباب قلت لها علاش أنت نجمة كبيرة عملت قالت لي فما شعور آخر فما إحساس آخر هل توافقها نفس هذا الإحساس وهل تتفهم هذا الإحساس وهل عشته أنت اللي عملت هذا الخطاب على الباب مش خطاب على الباب بركة ها؟ أنا عندي 50 سنة في المهنة وخدمت مع عمالقة كيما روسيليني زيفيريلي في فيلمين مع بولانسكي في المسلسلات تاخذ أغسطينوس مثلا تجربة أخرى بالعراق حتى التلفزة على الدراما التلفزة الدراما اي معناتها حتى عشقة وحكايات عندك ما تقول فيه زاد شو اسمه الناس حكاية كالدور المركب نتاع الراجل اللي يخرج من الحبس 20 سنة بعد نحكي على انطباعات الناس لا انطباعات الناس انا والحمد لله انا قال اخر الجمهور يظهر لي راضي عليا من بداياتي يقول لك مش حب الجمهور اني مش عجب راني بطلت الخدمه
لكن العلاقات مع الناس في الشارع، خاطر انا مانيش ياسر تويتر ولا انستغرام ولا مينيموم معناها نتاع فيسبوك، معناها هاني موجود راه ما تنساونيش. من اكثر من اكثر التعليقات ونربط مع نعيم الجاني، حدا حطت في قلبها وخذت شادلي التمار. حلويس حلويس. التوانسه يربطوا بفضل الاعادات. برشا دمار برشا دمار، وما ما تعيش من حكايه التوانسه، اما اونتوليكات ديما فما فما دمار. من بين التعليقات اللي تعاملت على دورك، قوة ناعمة، هدوء مركب، أداء مذهل، حضور قوي، عملاق الدراما التونسية المتواضعة رؤوف بن عمر، دمت متميزا. هذه من بين أكثر الأوصاف اللي هوني نحب نحيي الجمهور، على خاطر فما ماتوريتي، تحس اللي التونسي ولا يفهم اللي التمثيل ما هوش نص برك، حتى غزرة ولا يعطيها قيمتها، سكات يعطيه قيمته. دونك ولا يمشي ابعد منك النظره السطحيه نتاع عملت اراده هايله وانتهى، تخل ولا تخل في برشا جزئيات اللي هو يوريه اللي هو ولا معناها مشاهد ذكي. في الحلقه الاولى غزره، حلقه كامله فيها غزره، يقول القائل هذيك القوه سوسن زاده ما تعطيكش اللي تستنى فيه، ترى ولده ورجع من الحبس بعد 20 سنه نورمالمون هو يقوم ويحتضنه ولا كذا ولا قال غادي غزره هكا هو وقت اللي يبوسه فما تاثير مؤثر يغزر المرت وكذا سيسفي سان دوموندي با بلوس ما يشبهلكش حتى طرف والحمد لله ما لقصوا لا ساعات معناها فما حتى اختي جو ريبيت وحدي كذا كذا في اول ما قريت انا مشيت قلت لها نجموش نمنعوها على الاقل في الاخر هكا يقول كلمه، من الاول قالت لي باهي باهي ومن بعد ما اما كيفاش وفاتوا الا الا تودي يا مدلها يقول لها ذي طيب ولا اللي يحيى راهو يحبه ومن بعد يكلم ولده استشفي قوتها هي في التجديد. باهي هاو باش نقرب معاك اكثر ونشوف قديش يشبه لك قداش بعيد عليه ونحطك في نفس الوضعيات اللي تحط فيهم البطل نتاعنا سي المختار. لو ولدك يرتكب جريمه لا قدر الله نطفى علينا تقطعه وعمرك ما تسامحه؟ امبوسيبل امبوسيبل. جريمه قتل شنيعه؟ اي لا لا مستحيل مستحيل، انا اقف معاه من اول دقيقه لاخر دقيقه وقال الاخر نحاول نعمل المستحيل بالنسبة للمحامين بالنسبة لكذا نحاول نقالوا ما أنت وإلا كان عملها الربطية كي يخرج يلزمني بالعكس نكون قريب له ياسر باش نهزه من معنوياته باش نقول له يسير على العائلات حتى العائلة الدافع يصير لها تصير لها مشاكل سيرتو كسي أكسيدونتيل معناها ماهوش مجرم الولد فهمتني وفي الآخر نفيقوا اليوم مش هو فهمتني وهذيك المعاناة هو نتاع المختار في اللي يقولها هو يحيى يقول له حكمت عليا قبل الحاكم فهمتني. لو بنتك تشد صحيح تاخذ راجل عائلته ما يحبوش يناسبوك توافق ولا لا؟ مشكلة بنتي، بنتي قبل ما تعرس قلت لها اللي يجيبه مرحبا به خاطر نعرف كيفاش ربيتها ونعرفها ما تختارش اللي يجي. ولو الانساب؟ الانساب بيجيوا في درجة ثانية خاطر احنا في عصر توا معناها تطورنا. وضعية أخرى. لو نهار العرس بتاع بنتك الخطيب ما يجيش. صعيبة هي الحكاية صعيبة ياسر ما نتصورهاش ولكن إذا كانت تصير تصير وكاو أكثر ما تنجم تقول ارتحنا منه على خاطر موقف كذا هذا مش موقف تاع راجل. نمشي للحلقة التاسعة اللي هي الحلقة اللي الناس ليلتها يكتبوا رؤوف بن عمر ملا اداء وملا حضور. رؤوف بن عمر وكمال تويتي. اما كمال تويتي قالوا عليه من الحلقات الاولى ركزوا معاه تحط في مواقف. بينما يمكن رؤوف بن عمر لانه الحلقات الاولى كنت فيها سيد الصمت. والتوانسه للاسف البعض فينا ما يفهم التمثيل الا بالبكاء والصياح والواحد باش يقول كذا ممثل كبير كده كده. بينما الصمت تتصور فيه تعب وارهاق كذلك للممثل اكثر من الصياح ومن انه يخرج الطاقه هذه. اقوى بياسر يا اخو بياسر ما فماش كان الصمت ها لا 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 مثلا السيكونس اللي فيها وقت اللي يفيقوا بالذهب
حطوه يقولوا اجي هنا وش عملت وش منين جيت وكذا كذا كذا كذا، وقت اللي يوبخوا مره ولا اثنين وكذا، وقت يمشي معاه الحانوت فهمتني. كاينه علاقات مجمده ولكن موجوده في نفس الوقت، ما تطلبش برشا ثرثره، ولكن كل شيء كان موزون، وهذيك قوه الكتابه. لكن كنا نستناو في الانفجار، والانفجار هذا صار في الحلقه التاسعه مع ولدي، مع يحيى، وقت يقول له ولدي مات عنده 20 سنه، يقول له بابا مات اليوم. حلقتك ما فماش اقوى منك كما نعرف انت في الدراما. حلقتك هي الحلقه التاسعه. الحلقه التاسعه بامتياز، معناتها اقوى من اقوى الحلقات هي، وظهر لي عطات نفس جديد للمسلسل، روبونديسمون، وهي اللي خلات بتاتر الاوديمات يضرب في السقف. خلينا نشوفوا المشهد اللي جمعك بنضال السعدي. ايه انا قلبي حجر لما كان معك انت، كرهتك من نهار اللي لبسك الشيطان وقتلت روح. ما قتلتهاش باش تفهم، ما قتلتهاش. فوه عليه زايد قليل حياة وما يجيبش منك ربي. هديت نهارين في الحانوت دقدقته، اخرج عليا سخيت ما عرفت حطهم هوني. بابا راني ولدك دمك. ولدي مات عنده 20 سنة، حتى الرحمة حرام فيه. علاش تتأثر كي تعاود تشوفها؟ اي ما انت يمكن عاود شفتها يمكن 5 6 مرات، تأثر على خاطر قوي وبرافو برافو نضال، برافو خاطر سي با ايفيدون سو جو لا، سي با ايفيدون، سي دي سيكونس تري كورسي. في لقاءات من نوع هذا نعرفوا فيهم الممثل القوي، لانه تبدا امتحان الممثل اللي عنده اليات الصنعه ديما في امتحان، ديما في امتحان، انت تعيش الامتحان بيان سور. عرفتك تاثرت؟ اي لا 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 سي فري، كيما قلت لك لي دو سيكونس كبار 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 نتاع دراما كبيره. معناتها نضال السعدي كيفاش لقيته؟ والله توا جميع يقولوا ولاد مفيده، سانا غيان افواغ افيك ولاد مفيده، ما جو لي في ولاد مفيده يتكلم ويوصل يفدلك وكذا وواحد هوني سي توت افي ان اوتر جو، معناتها دراما وريتم ان بو لون مي سي فولو، على خاطر واحد حياته تدمرت. فانا بالنسبه لي انا قام بالدور بصفه معناتها ممثل محترف، وهذا لا شك فيه، معناتها مش بدا اليوم هو. الناس كل تخيب عمل له المفيدة بركة، وخدم نسيوش فيلم تاع نجيب القاضي، يخذ فيه جائزة أحسن ممثل، عنده إمكانيات كبيرة. بدأ بالمسرح تاع امبوز دا بالوان منشوت ستيرا مع دبوس وفي باريس، ماهيش لعبة باش تظهر ولا معناها يوريوك على ركح ولا كذا كذا. ففتك على خاطر عنده إمكانيات، وكما يقولها هو ديما الخدمة الخدمة الخدمة. المشهد الثاني مع كمال تويتي، لقاء تنرجع له بأكثر تفاصيل، لأنه تمنينا يجمعكم لقاءات بالشكل هذا في التلفزة التونسية للجمهور الكبير، وكان لازم نستناو فوندو باش نلقاو في الآخر مشهد بمثل هذا الجمال اللي جمع الفنان الكبير روف بن عمر بالفنان القدير كذلك كمال تويتي. يحيى كيف دحشته بحاجه
ما يعمل على حتى حد يقضيها بجوده، بالعكس هو رجال ويتعمل عليه. انت اللي ظاهر فيك ما تعرفوش مليح. كيفاش ما نعرفش ولدي اللي كبر قدام عيني؟ فهمت، معناها حتى انت سيادتك كنت في الحبس، ما يتقابلوا ولا ما يتشابهوا. مش كل واحد كان في الحبس ما يصلحش، حتى لو كان غلط مخلص ذمته ولا لا، ولا كي يخرج يلزم الناس الكل تعاود تحكم عليه من جديد. فمع مالي اللي حتى الحبس ما يكفرش عليها. به الأقرب لقلبك، المشهد اللي كنا نشوفه فيه مع نضال ولا المشهد هذا؟ بيه المشهد هذا، هوني قوة الكتابة متاع سوسن، خاطر أول مرة نشوفوه قال آخر مبتسم، فهذا هذاك خاطر رابور مع كليون مش داخل فلاح، دونك منك البحبوح اللي تفضل ودار شنو وما نعرفوكش ما جيتش من هوني قبل تترا، للي يجبدلو يحيى تبدل بروميير بونديسمون في الجو، فهمتني؟ حتى يقول له تفضل برا، حتى في الاخر يبكي. دونك حاجه طالعه كريشندو ناتوريل قويه ياسر. علاش اللقاء مع كمال التواتي ما صارش قبل؟ اوه 10 سنين مع بعضنا في كلام الليل. مسرح كلام الليل. صدف على خاطر هو معناها شد في الكوميدي ونجح تبارك الله، شوف لي حل اليوم يتفرجوا فيها الناس، وانا كنت بين الافلام في الخارج وافلام في تونس والمسرح مع توفيق جبالي، فالطرق طريقنا ما جاش مع بعض وجا، والحمد لله انا كي دخلت لسوسن اول ما عيطت لي قالت لي في الدور في كذا راهو كمال توتي، اوه قلت لها برافو، والله قلت لها برافو، نحبه برشا كمال ونعرفه من اللي هو صغير، معناها اصغر مني برشا كمان. قلت لها برافو؟ قلت لها برافو بوغ لو شوا، وقلت لها راك ماكش باش تندم. لمصلحتك انت وهو ولا لمصلحه المشاهد؟ مصلحه المشاهد ومصلحه كمال. كمال خاطر نعرفه اللي هو كابابل في التراجيدي كيف كيف. اول ما ظهر كمال اول ما شفته عامل مونودراما الجورنال دانفو نتاع جوجل مش لعب. فهمتني؟ دونك يلافي 20 ans ولا 18 ans ولا حاجه. دونك لو فات اللي قالت لي اللي في الحبس وكذا وكذا مع ولدك وكذا كذا كملت قلت لها برافو. شديت النص؟ اي جيتي سيور كيل الي ريوسيغ. شديت النص وقريته. لا مرتاح برشا مع كمال. فرحت برشا وجيتي الاز وخاطر فما محبه كبيره معناتها دونك ال ال الفاي فيان بيني وبينه بريسك ناتوريل. كان فما شويه ستريس في الكواليس انه اللقاء هذايا اللي هو لقاء العمالقه بتبيع. زعما بتبيع مش على خاطر انا وكمال. كل قال اخر سيكونس قويه فماش واحد يدخل على راحته هكا وداخل على سيكونس قويه، فما برشا تخمام وفما برشا كونسنتراسيون. نقعد بيت انا في بعض الممثلين يبدا يضحك هكا ويفدلك حتى تقول اكسيون باش يشد ويعطيك، نقعد بيت فيهم. دونك انا الكونسنتراسيون فماش، راه نبدا وحدي ما ندورش في البلاتو هذه ولا كذا كذا، يعطيوني كرسي نقعد تركي انت لما نكمل السيكونس. نكمل السيكونس نبدا في العلاقات العامه والوديه اما سينو يفو بوكو دو كونسنتراسيون بالنسبه لي انا، وكل سيكونس كبيره تخوفني. سمعت فتحي الهداوي؟ اي. وسالته على ترتيب الظهور، قال ما حقوش كمال التواتي قبل نضال السعدي يكون قبله في الجينيريك. سامحني فتحي باش نقول له انا ما نشاطروش الراي، هو حر على خاطر الحكايه هذه خلقوها هوليود صناعه ومليارات ومليارات والاف مليارات من الدولارات، واللي والنجم نجم الشباك وقت يتحط اسمه في افيش نتاع فيلم قداش المنتج بدي يعرف اللي عنده مثلا 200 مليون مشاهده دونك جارانتي في الجمعه الاولى، فهمتي؟ ما كانش ما يوليش نجم. احنا هنا على شنو نحكيه؟ على شنو نحكيه؟ معناها يحطك الاول ما يجيبك كهرباء شعبيه كتشوفوه
ما يحطوك على كرسي بلاستيك في السرد وفي الشمس وفي السخط وفي شنو تحكي شنين نجومية دي مين جيت هذي؟ أنا أنتو كان ماهوش من مهامي الجملة. أنا عندي أن سول ريبير هو الجمهور. أما يقول لك قيمة كان نقنع الجمهور ما يهمنيش حاجة أخرى. أما زاد قيمة الفنان بالقدر بتاعه، والقدر بتاعه يجي من خلال أجره اللي يجب يكون عالي. البعض يشترط الأعلى أجرا، البعض يشترط اسمه في جينيريك. لا تو أوسيان 11 اللي فيها سرقة الكازينو في لاس فيغاس اتسترا، جوليا روبرتس توب 10 في هوليوود، اسمها التاسع ولا العاشر. بون بيان سور يافي براد بيت يافي الاخر برشا دمادم، مي سان فو ريان دير. انت والقوه نتاع ظهورك في المسلسل هوني. احنا بيان سور اول دور هو دور البطوله، ومن بعد فما سيكون رول، وفما بعد ترزيام رول، ومن بعد فما الديزيام. هذاك هو الترتيب كيفاش يجي. كنشوف يبداو بالاسم بالاسم، ومن بعد يوليو سمين، ومن بعد يوليو اربعه، ومن بعد يوليو جريده. هذاك هو المعمول به، سي تو سي لو فوليوم، معناتها المقياس نتاع ظهورك في المسلسل هذاك بالذات، ولا في الفيلم هذاك بالذات. بينك وبين روحك دور كمال التواتي، دور المروكي، استهواك؟ وي بوركو با بوركو با، خاطر فما تركيبه جديده، دور من نوع اخر عمري ما خدمته. دخلت الحبس انا راه مره بالناس حكايه، ما نخرج من الحبس. مي بون الخاطر ذاك سيت ان اوتر موند، هو وحده يحيلك معناها بحاجات، والادوار المركبه والادوار الصعيبه هذيك اللي تجلب الممثل اكثر من كل شيء. باهي، من نقاط قوة العمل مجموعة من الاكتشافات. وي باش نعمل معاك لعبة. لعبة الاكتشاف، شكون بالنسبة لك أنت الاكتشاف في هذا المسلسل في خوده؟ خبير باهي، باش نعطيك زوز اقتراحات. ذوما الصغار الشباب، خليل عبدولي راني مخمير. خليل أبدع، ومريم ما قصرتش على خاطر كانت عندها زادها في السيكونس، في السيكونس كانت عندها مداخلة هامة، والاثنين تبارك الله عليهم معناها أبدعوا. دونك الأكثر؟ الأكثر خليل. خليل خاطر دوره أهم. دوره أهم. نبقاو مع خليل. فاطمة برتكيس ما قصرتش، ما قصرتش خاطر كتجربة أولى، وسمعتها قالت اللي هي مشات برشا مرات الكاستينج وما نجحتش، وسنا خذات دور هام كبير. تجربة هائلة وإن شاء الله تواصل. بينها هي وما بين خليل؟ خليل كمان. خليل. نور زيتوني. نور زيتوني ألور لا تبارك الله عليه، على خاطر دور صعيب صعيب صعيب، معناتها قلت له، أنا قلت له برافو اللي قبل الدور وراك أديته كما يلزم، وصعيب باش ينال الإعجاب، أما ينال الإعجاب الممثلين وأهل المهنة. دونك خليل ونور. خليل بيان سور، خاطر دور صعيب وهو أول مرة يمثل. حتى نور ما مثلش برشا. ما نعرفش، اما لا برويس دي جون عندها قيمه كبيره. عندها قيمتها، دونك نخليو خليل. خليل. نسيم بورقيبه. فينومين. فينومين، فينومينال. تعطيه الشهاده انت؟ انا نعطيه الشهاده، وموهوب موهوب، على خاطر قلت له داير اختي شفته، قلت له يلزمك تقرا مسرح، قال لي باش نقرا مسرح. فهمتني، على خاطر كي يبدا ولد موهوب كيما هكا ويعطي قال الاخر اللي اعطاه، يلزمو يتاثر، يلزمو يتلاو به ناس، ويلزمو معناها يكون ممثل كبير ياسر كان يوصل. ما بين خليل ونسيم. نسيم. 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 نسيم خاطر كانت عنده برشا مشاهد، وعلاقته بوه، وعلاقته بميرة شبلي، مواقف كبار ياسر. جابوه نور مروان. مروان قلت لهم غران اكتور، غران اكتور بارك الله عليه.
برشا برشا احساس برشا. قلت عليها انجليزي لوك انجلي وممثل معناها بارع وما هوش ما يظهرش عربي ما يظهرش ما يظهرش تونسي انا بالنسبه لي انا فهمتني تونسي ابا عن جد هو اي نعرف نعرف لكن انا اعطيته ان تيتر قلت انجليزي خاطر انا قريت في لندرا وبالنسبه لي انا اكبر ممثلين في العالم جوم غادي انجليز ولا ايرلندي كوسي حتى اللي في هوليود راهو اشتروهم جذورهم من من بريطانيا العظمى ولهذا سيتي ان كومبليمون باهي ما بين نسيم وما بين النوردو صعيبة هي الحكاية دي ما خطر خطر مروان فنان ويعرف السين ويعرف الجمهور ويعرف كذا نسيم بالنسبة لعمره قام بدور وحاجة من قوية ياسر 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 ولهذا أنا نشجع نسيم خاطر مروان متهني عليه متهني عليه دونك اكتشاف فوندو بالنسبة روف بن عمر هو نسيم بورقيبة نسيم بورقيبة به صرحت في FM وقلت أنه الفوندو رجع دراما التسعينات اللي احنا افتقدناها اي شو ما تقصد نقصد الدراما دراما وادوار ادوار وكتابه كتابه كي نقولوا سيد الريم كي نقولوا تحيه دار الرفيقه بوجدي على خاطر كتبت زاده من اجل عون كاترين كي نقولوا الناس حكايه اللي كنت نقول لك عليه كي نقولوا معناتها كانت تريزه من بعد كيف اللي تلاشات شوية الأمور كيف اللي ولات شوية استسهال كيفاش يظهر اللي تخلي فيها شوية الارتجال زي ما أنت كل واحد زعما ولا يعرف يكتب ما كانتش أنت الحكاية دي موجودة وهذه حاجة تقلق الممثل أما زي كيف كيف أحنا كمشاهدين حسوا النتائج متاعها وشي اللي يخلي تفاوت ما بين عمل وعمل آخر فما أعمال للأسف تتعمل في رمضان للنسيان اي وعشنا برشا من فهم اللي يقعد يتذكروها 20 سنه من بعد عندك عمل للنسيان عمل للنسيان وي سيرتينمون كيما ورده وكتاب مثلا للنسيان هذاك نسيان نسيان حاجه تعس حاجه انت قول انت مخرج كي تقرا سيناريو عندك سانكاكس وتفرش في الفيتون تلقى دوزاكس بركه تمشيو انتم ضحيه بيان سور خاطر انتم في العسكر الامامي بيان سور بيان سور تواليش زاد كممثل لازمك تراقب السيناريو وتراقب المخرج قاعد يعمل باش ما يعملش حكيت مع هشام رستم قال لي والله نفكر باش نرفع قضيه ضد المخرجين ساعات في تشويه السمع اي علاش ليه علاش ليه في تشويه السمع علاش ليه لا قولوا ما عندك حتى احنا ما عندناش دروا دكتور باش عندنا دروا في الحكايه هذوما في نفس الحوار بتاع فيم قلت نتمنى سوسن الجبلي نشوفها تمثل يا ولدي شحاب اقول لك لعبت 20 دور في المسلسل هذا صغار ساعه اللي عمرهم ممثلوا هي تمثل قدامهم بعد ما تعطيه توجيهات تلقاه ما فهمش تولي تمثل له لا سيكونس مع الكبار مع الصغار ان سيرتان مومون ال سي سون اوبليجي خاطر يمكن الميساج نتاعها ما وصلش تعمل هكا وتخدم لك الدور تاع الشيب ولا متاع الكهل ولا متاع الطفل يعطينا ايج انا خذ دور عم جايك هاو سيدي اما المخرج مخرج والممثل ممثل اي قليل المخرجين تاع هو ماهوش مستحسن راهو اللي توصل انت تمثل الدور للممثل فهمتني الا الصغار صغار بتاتر لازمك توصل معاهم تو لي موان سون بون باش ينجحوا مي دو لو فيت دو لافوار فيو جوي معناتها une dizaine de rôles hein, dans des trucs de deux minutes, d'une minute, de trois minutes. Barakallah. Et nous avons vu le résultat dans la première partie, qui a attiré les gens. Oui. La deuxième partie, les événements de Yahya, et qu'il fallait attendre la partie suivante. La partie suivante, comment l'as-tu vue? La partie suivante, moi, vraiment, j'ai travaillé. Comme j'ai travaillé le jour. Mais moi, قبلتها خاطر سوسن تحب تخرج على كل ما هو اورديناغ وكل ما هو استانسوا به المشاهدين التوانسه فصعيبه حلقه حلقه صعيبه ياسر
ولكن الجمهور هكا باش يفرد على روحه خرج تصور كل واحد معرس بالاخرى فهمت ولي عرسوا لهم وحطوهم في تصور وتهنوا عليهم الكل ورجعتوا الى الداري فرحا مسرورا. قلت لهم لا سوسن قالت لا. مع او ضد جزء ثاني من فوندو؟ ما تنجم تجاوبك على انت 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 لو كان الامر بيدك وتو انت توفيت راك اي انا توفيت مع تشمني. انا مانيش كاتب دونك نقول لا. اما هي القدره اللي ورتها في الكتابه لادوار الكل مشوقين تنجم تلقى لهم ان افنير وتنجم تخلق دو نوفيل سيتياسيون ونشوفوها نشوفوها كيفاش شفات مع ياسين الحكايه يقعدوا صحاب ما يقعدوش نوردو باش ياخذ دره ما ياخوش سافار شنو الديفلوبمون المروكي يرجع قال الاخر اليحيى ولا ما يرجعش تو سا سي سي بلان تشوزا قال الاخر ديفلوبي مي في القوة نتاع كتابتها انا جو بريفير كيل فاس اوتخ شوز. تبعت بقية الأعمال ولا ليه؟ وي بيان سور بيان سور. الحرقة أولا اللي هو عمل إبداع زاد وعالمي. الأسعد كيما سوسن داير سي لا ميم بروموسيون فهمتني جيل جديد زيدهم عبد الحميد بوشناق اللي كل عام يبدع وسنة خرج لنا خرجة أخرى. دونك نرجع للحرقة فهمت جي بخي دي نوت أنا خاطر تبارك الله خرجت في برشا حاجات وش ما نحبش ننسى حتى حد. حرقة بيان سور لو جران رياض حمدي. رياض حمدي تبارك الله اليوم هنا شفناه في أدوار ماهيش رئيسية وفي المسلسل هذايا انفجار انفجار نتاع ممثل قدير جدا. مهذب زاد في الحرب. مهذب الرميلي طبعا طبعا. لا جراند عايشه بن احمد فهمتي السان نتاع الولاد هذيك وكذا تبارك الله عليها. وجهها جندوبي وجه جديد زاد دراما 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 كذا. مالك بن سعد انكور ان جان كيف غا بارلي دو لوي. معناتها متاكد اللي باش يكون عنده مستقبل كبير ياسر كممثل. في ولاد الغول ولاد الغول بيان سور لو جران فتحي تحي ربيعة بن عبد الله ربيعة سي بيان راهو اللي يجيبوا فيه ممثلين وممثلاتنا من الخارج حلمي الدريدي زاد ياسمين بابيد تبارك الله عليها صرح الناشي ما ننساوش شكر الرماح حكيم بومسعودي اتونسيون كي تشوف المسيره نتاعو قاعد كل عام يتطور برشا قاعد يتطور برشا وشكرته وانا كلمته وبعثت لك مرام بن عزيزه وسي سي فامان فارس الاندلسي ووحيده الدريدي بالطبيعه. ما بعد ذاك مشاعر ما شفتش؟ مشاعر شفت شويه لكن هنيه زاده حاجه هامه ياسر ان نحيي كل اللي خذاوا البادرات هذوما بالنسبه للانتاج المشترك. خاطر انا بديت في فيلم عزيز عام 80 كو برودكسيون تونيزي والجيريان ومشينا به لكان كان زان ريزاتور 80 انت اليا 41 عام فهمتني والجزيريه ديما كانوا طالبيننا ولا صارت الاستجابه سي انكرويابل. دونك كيما المشاعر اللي هو في الجزء الثاني كيما لو مليونير اللي هي كوميديا سامبل وحلوه وضمار واحد فريمون حاجة تفرح ويلزم يقع تشجيع وتحفيز على خاطر هذيك هي الثنية. الكوميديا ما شفتش حاجات؟ كوميديا والله ايش باش حاب نقول لكم. بديت ما كملتش. قلقت؟ لا مش قلقت برشا حاجات نتبع في ارتي فايف نتبع في كذا وكذا تليت بالدراما فهمتني. اما الكوميديا فما اللي شفتهم الحلقة الأولى وما شدونيش فهمتني. وفما اللي بداوا بصفه حلوه ياسر كيما الجاسوس وعلاقته بامه وصاحبه رياض النهدي والتحيه زاد اللي رجعوا الممثلين اللي تنساوهم شويه اللي برودكسيون كيما عبد الحميد بوشناق كيما منجي العوني قياس بيان سور شوقي بوغلي اللي قام بدوار حلوين ياسر
جمال المدني اللي عمل لنا تراجيدي، عمل دي مومون ما عرفش حلقه ذكرى 13 معناها الحلقه كلها جمال، معناها فما ثراء وفما تجديد ونفس جديد. نحيي الناس الكل، لكن بالنسبه للكوميديا عندنا مشكل، راه عندنا مشكل اللي هو النص، فهمتني؟ وانا نقولها للصغار والكبار، ما تاخذوش عليا راجل كبير فهمتني ولا، اما كان تحبوا تسمعوا الكلام ارجعوا تفرجوا في افلام بورفيل، ارجعوا للعمالقه تطلين فيتوريو غاسمان، البرتو سوردي، نينو مونفريدي، لا فما لا تكشيخ ولا عوج وجهك ولا عمل روحك عايب ولا اعمل شويه قهوه باش طيح زوج سنين، فماهيش هذا. الكوميديا كان ماهيش منطلقه كما تجيش بصفه تلقائيه ما توصلش. واضح. ما تحاولش باش تضحك. واضح. روف بن عمر نشكرك برشا. عايشك. ويعطيك الصحة، نتمنى لك عيدك مبروك. يعيشك، نحب بربي سامحني، نحب نحيي كل التقنيين. راهو كان معناتها هذايا بمجدد الدراما التونسية تألقت في الصورة، صورة والمعلم محمد المغراوي فهمتي، فالهمل أولاد الغول وغيرهم في كيف كيف، في فوندو، في الحرقة، في هذوما التقنيين راهم كنوز عندنا. أنت أختي جبت سوسن تبارك الله شفت لي كيف تقريبا 50 ولا 60 واحد، معناها هذوك اللي يخدموا في الخفاء، وهذوك اللي هما يخليوك تشوف حاجه حلوه وتنجم تشدك وتنجم تواصل وتنجم تحيه كده. لكل التقنيين التوانسه مهما كانت، واكيد انهم ما قصروش باش يخرجوا خدمه باهيه. روف بن عمر نشكرك برشا، نتمنى لك ان شاء الله يا ربي عيدك مبروك. يعيشك. كل عام وانت حي بخير، شرفتنا نورتنا. الفنان الكبير روف بن عمر. ليلة العيد في البلاتو هذا باش يصير السحب الخاص بالبورتمان متاعنا اس بلس 3 اوستاندينغ في إقامة حنين سنين الفاخرة. ما لفاش تستنى، عيد في دارك، قوي حظوظك في الربح باس ام اس في حرف أ تبعثه على الرقم 85811 85811. حظ سعيد للجميع. هذه السالة ذات فيها، هذه السالة واحد ينجم معناتها تعرف تعمل فيها عرس، تنجم تعمل فيها خطبة، تنجم تعمل فيها لا واسعة والله محلاها، وعندك جنينة مغاد تفرج، وعندك الخضار وجنينة مغاد، جو يعمل كيف وبركون زي بركون هذا هكا بركون معناتها تنجم هكا في العشوية تخرج تعمل حتى قيوة في البركون غاديكا قيوة حربي شي يعمل كيف قازوم غاديكا بحذيك وكليماتيزور وشفاج زيدا زوز معناها في الشتاء جونا به تخصيف جونا به صحيح. الباب يتحز نتاع الباب حاجه تعمل كيف خياطه في الحيط الكل يسهم الكوزين الماكل اخويا والجو هذه الميكروون وكاستري هاكا بلاصتو حاضره نبي زيت كل شيء الكوشه بتاعك كل شيء قريب تك تك تجبد منه تجبد منه ايوا ما شاء الله 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 عندك وين تحط هذا يا سيدي وكل عبد تنجم تحط عبد برس على خير ولي عبد كامل هنا هاي دونك ان شاء الله ان شاء الله اللي باش يربح بصراحه اللي باش يربح شنو يلزمو يبعث؟ يبعث 85811 يبعث اس ام اس على 85811 وان شاء الله يا ربي تكون نصيب. كان هذا كل شيء ليلة في فكرة سامي فهري، شكرا متزارو مليانو، شكرا لكل الحضور، شكرا لحضرة رجال المدينة، شكرا على كل هذه العروض. نحب تحية خاصة كذلك للمرقوم على الديكوراسيون في سهرة الليلة كما كل سهرات شهر رمضان. شكرا لكم، إن شاء الله ليلة 27 مبروكة، نتقابلوا إن شاء الله في سهرة الأربعاء باش تكون سهرة العيد وباش تصير فيها السحب متاع الدار. دونك إن شاء الله حظ سعيد للجميع، نتقابلوا إن شاء الله في سهرة الأربعاء. عيدكم مبروك سنين دائما.
نمو بنت بكر افتاد لا يعلم حد من هو بابا فهو من روح الواحد الدايم على ابني مريم سلام الله على ابني مريم على ابني مريم عيسى روح الله حين برز السيد المولود ونزاد بذني الدايم المعبود برز سيد المولود ونزاد بذني الدايم المعبود سبحان العظيم حل الجود طق الأم بالحق وتكلم الحق يذهب المهتاد هز النخلة واطلب الرحمة يسقط لك من رطب النعم I'm
صلى على المختار.